تصريحات نتنياهو حول رفضه حل الدولتين بالإضافة إلى معارضته لمعالم الاتفاق النووي مع إيران تشكل اختلافات سياسية جوهرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد أشارت الإدارة إلى أن إعادة نظرها لعلاقتها مع إسرائيل قد تشمل التصويت ضد ما ترغب به إسرائيل في مجلس الأمن. Have been predicated on this idea that the two-state solution is the best outcome. Now, our ally in these talks has said that they are no longer committed to that solution. That means that we need to reevaluate our position. من غير الواضح بعد نوع القرار الأممي الذي قد تدعمه الولايات المتحدة. ما تسربه الإدارة يشير إلى إمكانية التصويت لصالح قرار ضد الاستيطان، أو قد يصل إلى التصويت على قرار يرسم المعالم العريضة لحل الدولتين، الأمر الذي كانت تعارضه الإدارة سابقا في ظل دعمها للمفاوضات بين الطرفين. ابتداء هناك مجموعة من السياسات لن يعاد النظر فيها، بما في ذلك المساعدات، العلاقات العسكرية، العلاقات الاستخباراتية، وكل هذه الأمور التي تعرف العلاقة العملية بين الدولتين. هناك سيكون بعض المراجعة ربما لبعض التصرفات الدبلوماسية. أمثلة حول اختلاف البلدين في التاريخ الحديث تشمل رفض إدارة جورج بوش الأب إعطاء إسرائيل ضمانات القروض بسبب إصرارها على بناء المستوطنات. الإدارة لم تحول الأموال لغاية فوز حزب العمل في الانتخابات الإسرائيلية. لكن قلما نجحت أو حتى حاولت الإدارة الأمريكية حديثا أن تغير من تصرفات إسرائيل بشكل جدي تجاه الفلسطينيين. مركز الثقل حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية الآن انتقل من واشنطن إلى بلدان أخرى مثل أوروبا، ويتمثل في الرفض الدولي للمستوطنات والاحتلال. التغيرات الأخرى في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تشمل تركيز نتنياهو على علاقته بالجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس على حساب علاقته بالبيت الأبيض. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.